she's a Grecian. Doesn't look so bad on lopside, so yeah. خلصنا اليوم الأول من رالي قطر بالمركز الأول 32 سنة تقريبا بعد عن خالد القاسمي. خبرنا كيف كان المراحل اليوم الأول. والله طبعا اليوم الأول جدا صعب، أرض مفتوحة سريعة، السبيد تقريبا نفس السرعة. الادفانتج اللي أنا قاعد أخذ فيه بالكورنر، لكن الحمد لله سيارة اليوم انبسطنا فيها الاس 2000 فورد، ما في أي مشاكل، لكن طبعا نحاول نتأقلم عليها. But this is after the stage. This was where he said to me, he said, told us this morning, he said the long stage where he's going to have the big. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السيارة يعني خلصت اليوم الفجر تقريبا الساعة 4:30، ما سوينا لها سيتنج السيارة، ما سقت السيارة، ما أعرف كيف يعني كيف السيارة اللي ناتشرال سبريتد ما فيها شاحن توربيني، فسواقتها غير عن اللي سوقها في بطولة العالم. طبعا حاولت أني أتعلم عليها أول مراحل، في نفس الوقت يعني صرنا نعدل السسبنشن، تعرف ان مناطقنا وعره تحتاج انك ترفع الجامبين يعني السسبنشن وتعدل يعني تخليها تطريها او مثلا تخليها يعني السسبنشن يعني قدام مثلا شويه يكون ستيف. خسرنا بعض الوقت لان يعني مرتين بنشر في هاي المرحله الاخيره، يعني بنشر والمرحله اللي قبل الاخيره. طبعا تخسر اكيد وقت، لكن الحمد لله بعدنا في 30-35 ثانية، رالي طويل وباكر قاعد نطور في السيارة ونتعلم على السيارة كيف شو اللي نقدر نطور فيها، والله يوفقنا ان شاء الله. شفناك والله استاذي مثل ما قلت لك انا الصبح حاطيني رقم 10 مخريني وانا سياره 2000 مش جروب ان، ما اعرف ما عندي تعليق. اللي حصل اني انا قاعد اسرع في البدايه اول 5 كيلو امسك السيارات اللي قدام الجروب ان اللي اقدر اتجاوزه واللي ما يفتح الطريق، وتاخرت يعني كل اللي اعمله في بدايه المرحله يضيع في نهايه المرحله. مركزي الثالث مش قادر اليوم، ما قدرت اروح اكثر، وبكره ما اعتقد اني بزيد خلاص، يعني الجماعه الاول والثاني راحوا عني بعيد، وهذا سوري يعني من سوء التنظيم في الاتحاد القطري. وجينا على منطقه الصيانه اللي فيها المفروض مكتب الرالي يكون له وجود هني، ندور على جميع الاخوان نتصل فيهم ما حد يرد بالتليفونات، ندور فيهم في مكتب اعلامي في مكتب رالي في شيء، ما في شيء، يعني احنا نبغى نتقدم في الحاله احنا قاعدين نسبب خطر على السيارات اللي قدامنا، هم يسوقون بسرعه عاليه لاجل ان احنا نمسكهم ويطيحون في اخطاء، واحنا قاعدين نضر، يعني هاي تودي لكارثه لحادث يعني. فالحمد لله رب العالمين عدينا اليوم الاول، بس ما بقول سوء تنظيم، بس ما اعرف الاخوان هل هم سلموا للفلبينيين وشرده، وما اعرف ما في حد موجود، يعني حاولنا نتصل بجميع المنظمين جميع المسؤولين الرالي مدير الرالي ما في حد موجود. تيجي عند بدايه المراحل تقول لهم زيدوني دقيقه، للاسف في فلبينيين يعني تقول زيدني دقيقه، يقول لك انا مالي شغل. اوكي مين اللي له شغل؟ انا سايق احافظ على سلامتي سلامه الاخرين، ف
فبالصورة هذه مش قادر حافظ لا على سلامتي ولا سلامة الآخرين لأسوقه في البداية، ضيعوا عني المراكز الأول والثاني وخسرت بالسبب رغم الطرق اللي أعطيني إياه. والشيء الثاني خربت على إخواني اللي قدامي، يعني اللي أنا قاعد أنطلق وراهم ثلاث سيارات اللي قدامي تعرضون. يعني عندك الأخ مجد فراح يقول لك أنا أبنشر السبب أنت لأن أمشي أوفر ليميت، فيمشي فوق الطاقة يعني فوق طاقته أو فوق الحد الأقصى اللي عنده قاعد يبنشر ويطلع من الطريق. يعني هذول شو ذنبهم؟ أوكي أنا خسرت مركز أول وثاني شو ذنبي؟ بس أنا أقول الحمد لله أني ثاني نغاط بطولة شرق أوسط، وهذا شيء مهم بالنسبة لي جدا، وأنا هذا خبرتك عنه أمس. طبعا الرالي بعده طويل ما نعرف شو اللي يصير، نتمنى إن شاء الله أن نكون إذا ما نتقدم ما نرجع عن هالمركز، ونتمنى أن الجماعة بكرة أكيد إن شاء الله في ريجروبينج ممكن أن تتغير الانطلاقة. بس للأسف يعني مفروض أنك تنظيم رالي قطر طول السنين اللي شاركتنا فيها يعني تنظيم جدا رائع وممتاز والإخوان مهتمين، بس السنة هذه مدحناهم وايد وظاهر كثر المدح وطاهم ثقة أكثر من اللازم، فدائما أنت بتكون عندك ثقة أكثر من اللازم وتسوي الأسوأ وهذا شيء غلط. مثل ما أنتم عارفين الإخوان ناصر وخالد مش مشاركين في رالي الكويت، فهذا وخالد الغاسم مش مسجل نقاط بطولة شرق الأوسط، إذا خلصوا المركز الثالث أنا بكون ثاني نقاط بطولة شرق الأوسط رالي قطر، وعندي يعني ادفانتج زين في رالي الكويت إني أنا أخذ نقاط إذا إن شاء الله قدرت أخلص أول ثاني في الكويت، فبكون تصدرت نقاط البطولة. طبعا الإخوان بيسوون رالي الأردن والسعودية كذلك ما بيسوون، فأنا قلت لك ثمان راليات إذا قدرنا نشتغل على النقاط رالي من رالي، فنحب نكون إن شاء الله في صدارة بطولة شرق الأوسط إن شاء الله من رالي الكويت، أتمنى ذلك. بس للأسف ما كنت أتصور تنظيم رالي قطر يكون بهالصورة، لأن مدخليننا للخطورة، يعني وصلونا لحد الخطورة، يعني أنك أنت توصل مرحلة توقف، يعني أنا أمشي وأوقف والكل يشوف والكل يصور، شو أسوي أكثر من كذي؟ ما بيدي شيء، يعني من أول مرحلة الصبح للمرحلة اللي ما يعني اللي ألحقهم فيها على الصغيرة اللي 8 كيلو أو 10 كيلو اللي ألحقهم فيها نهاية المرحلة، فأنا أكون ثانيتين أو ثلاث ثواني أفرق عن ناصر وخالد، في المراحل اللي ألحقهم في البداية أفرق 50 ثانية، فش معنى المرحلة ثانية ثانيتين والمراحل الطوال 50 ثانية؟ معناته الخطأ، يعني في البداية فكرت الخطأ فيه، فيما بعد أنا طالع ما في خطأ، السيارة ما فيها شيء، أنا قاعد أسوق نفس رتم السواقة اللي أسوقه في كل رالي، بس اللي أسوقه في البداية أكون متحمس لبداية المرحلة أتحطم، يعني نفسيا أتحطم إني أكمل لنهاية المرحلة بنفس الليفل، لأن أمشي وأوقف، يعني المرحلة إذا 25 كيلو فأنا متأخر 10 كيلو، إذا المرحلة 15 كيلو فأنا متأخر 7 كيلو، فما أعرف يعني إن شاء الله الله يوفق الجميع، والحمد لله أنا الكل بخير، والمراحل جدا صعبة مش مراحل صالون، يعني أوكي طبيعة الأرض هذه، بس المفروض أنه يحذون حذو أبوظبي معزمه وأنه يسوون رالي عالمي ويروحون للعالمية، بنوا مراحل، الأردن فكرت أنها تسوي راليات عالمية بنت مراحل، فللأسف يعني تجيب لي سيارة مشاركة في الرالي مش متكسرة من تحت، يعني البودي نفسه تكسر، جيب لي سيارة مش متكسرة، جيب لي ناس ما تشكي من حصها، ما في حد، فأتمنى التوفيق للجميع، الحمد لله أن الكل سالم. يلا قلت لك الله يعطيكم العافية، شكرا.